دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه وفتحها ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه من اعلاها من كداء في كتيبته الخضراء وذلك يوم الجمعه التاسع عشر من رمضان من السنه الثامنه للهجره وكان يوما مشهودا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء لما دخل مكه وكان في شده التواضع لربه سبحانه وتعالى الذي اكرمه بهذا الفتح العظيم وكان يقرا سوره الفتح وهو على ناقته يرفع بها صوته واهل مكه من بيوتهم ينظرون الى هذا المشهد العظيم ثم ضربت للنبي صلى الله عليه وسلم في منطقه الخيف خيمه كما امر ونزل بها فجاءته ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله عنها تستأذن عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا يا أم هانئ، فقالت له: يا رسول الله، أجرت فلانا وفلانا قريبين لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، متفق عليه.